السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في هيروز فلاج. اليوم عندي فيديو خاص للعبة أنا كنت أنتظر لها بكل حماس، وهذه اللعبة هي ماستر هانتر وورد. في مؤتمر سوني للسنة الماضية تم كشف لعبة ماستر هانتر وورد، وكانت مفاجأة لكل الناس. وأنا كنت جالس في مكاني أشوف الإعلان وفمي مفتوح، كان شيء غير معقول. أخيرا قررت كابكوم أن تركز بشكل كبير على سلسلة ماستر هانتر. ماستر هانتر وورد هي اللعبة الأجدد لسلسلة ماستر هانتر، وهي تقدم تغييرات كثيرة بس تبقى لعبة ماستر هانتر أصلية، واللعبة فيها قصة مثل ماستر هانتر 4 أولتيميت. وصدقوني هذا الشيء خاص في ألعاب ماستر هانتر، بس لا تتوقعوا قصة تفجر عقولكم أو قصة معقدة، لا القصة بسيطة. يعني مجموعة من صيادين وعلماء يبون يدرسون وحش أسطوري اسمه زورا ماكدورس في قارة جديدة من العالم اللي يسمونه The New World. لحظة، أنت تقول لي هم علماء يدرسوا الوحوش وآثارهم ويحلوا ألغاز حضارات قديمة بس ما يقدروا يسموا قارة اسم زين؟ أنت تمزح معي؟ ويحاولوا يتبعوا زورا ويمسكوه، والأحداث دائما تصير بهذا الشكل. أنت تحصل على دليل عن زورا، بعدين تقاتل مجموعة من الوحوش، بعدين تحصل دليل ثاني، بعدين تنتقل إلى منطقة جديدة. القصة ماشي خرافي، هي مجرد إطار لأحداث اللعبة، وبكل صراحة أنا يعجبني كذا، ما يحتاج إني أعصر عقلي عشان أفهم القصة. والحين الشيء الأهم، الجيم بلاي. الجيم بلاي في ماستر هانتر وورلد تشبه الألعاب السابقة، بس عدلوا فيها شوية عشان تكون أسهل للاعبين الجدد. أول ما تبدأ اللعبة راح تسوي لك شخصية، وعندك خيارات كافية إنك تسوي الشخصية خاص بك أنت. هذه شخصيتي سباركو، وانا استخدمها من ايام ماستر هانتر 3 اولتيميت. بعد ما تخلص تسوي لك شخصية راح تبدأ القصة، ويكون مليان تيتوريوز. راح تلعب على الاقل 4 الى 5 ساعات تيتوريوز، وراح تتعلم اشياء كثيرة، فلا تسوي سكيب كل شيء. طريقة القتال تبقى مثل الاول، وتاخذ اشياء كثيرة من لعبة ماستر هانتر جنريشنز. فمثلا الارتس من ماستر هانتر جنريشنز صاروا حركات عادية الحين، وحتى حركات الهوائية او الايريوز نفس الشيء من ماستر هانتر جنريشنز. لأني يعني شفت كثير من الناس يقولون ان سلسلة ماستر هانتر ما تطورت لما كانت على النينتندو 3DS، واصلا هذا الكلام غلط. لا والعكس صحيح، السلسلة بدأت تتطور بعد ما جاءت على 3DS، فهي مجرد تغيير في طريقة الخريطة. اول كانت مجموعة من خرائط منفصلة، والحين صارت خريطة كبيرة مرتبطة كأنها عقدة. بس صح المناطق حلوة، احسها حلاوة لعيني، وانا عجبني كثير كيف انك تقدر تجمع اشياء من الطبيعة حوالينك مثل الفلاش بوكس او الورود السامة او حجارة. الاضافة الاجدد في هذه اللعبة هي السلينجر، الحين تقدر تستعمل السلينجر عشان تتعلق على الجدران، او انك تاخذ حجارة وترميها على الوحوش، او اي شيء تقدر ترميه عشان تسوي ستان او تشتت انتباهها. وتقدر تستعمل البيئة لصالحك، مثلا تقدر تطيح حجارة كبيرة على الوحش، او انك تدمر سد وتسبب فيضان يطيح الوحش من مكان عالي. وانا حبيت هذه الاضافة الجديدة، تخلي المواجهات ديناميكية اكثر. والاضافة الجديدة المفضلة عندي في هذه اللعبة هي لما الوحوش يضاربوا بعض، احلى شيء ينطقف من بعيد تشوف عليهم يتضاربوا. خلنا نتكلم عن الوحوش. في هذه اللعبة في كثير من الوحوش، بعض منهم من العاب قديمة مثل راثيان وراثلوس باراث وديابلوس، ومعظمهم وحوش جديدة مثل انجينوث وتوبي كيتاتشي وسيريجيوس. لحظة، هذا مو سيريجيوس، هذا كوبي نوك اوف. وش هذا؟ احس نفس القصه، يمكن تنقل الواجبات من زملائي في المدرسه، وكنت اغير فيها شويه عشان الاستاذ ما يكشفني. والحين خلينا نتكلم عن كاركتر كاستمايزيشن. عندك 12 نوع من الاسلحه اللي ترجع من الالعاب السابقه، وانا شخصيا اسلحتي المفضله هي السويتش اكس والتشارج بليد. تقدر تسوي لك اسلحه جديده من الموارد اللي تجمعها من الوحوش، بس في هذا اللعبه الاسلحه اشكالها ممله، او على الاقل في اللورينج كانهم يزيدوا ريش او جلد على السلاح ويسمونه جديد. في الالعاب السابقه الأسلحة كانوا كيف فنانين، بس الحين أحسهم خيبوا أمالي. نفس الشيء مع الدروع، أشكالهم بسيطة ومملة واجد، خاصة إذا تقارنهم مع الألعاب السابقة. الموسيقى حلوة في اللعبة، ما خاصة مثل زينوبليد طبعا، بس حلوة ناسب المناطق والمواقف في اللعبة، وأنا جهزت مونتاج عشان أثبت هذا.
واخيرا اتمنى مبيعات هذه اللعبة تكون زينة، واذا عجبتك فكرة اللعبة روح اشتريها الحين، واذا ما عجبتك روح جرب شيء جديد واشتريها الحين. انا عارف اني راح العب اللعبة اللي اكثر من 400 ساعة، بس يا ليت لو كانت على جهاز محمول. واذا عندكم اي طلب عن هذه اللعبة، مثلا اني اسوي تيتوريال عن الاسلحة، اكتبوا في الكومنتس وانا راح البي طلبكم. واذا عجبكم الفيديو انتو تعرفوا ايش تسووا. شكرا.